انا عاوز ادخل آلات لبرنامج الاستوديو بس ما بعرفش اعزف بيانو. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الهندسة الصوتية والتوزيع الموسيقي. النهاردة عندنا هدية بسيطة جدا للناس اللي بتشتغل على برنامج الاستوديو اللي احنا بنحمله على اي جهاز كمبيوتر، سواء ابل سواء بي سي، اي انواع جهاز الكمبيوتر، السوفت وير نفسه اللي انت بتاع الاستوديو اللي انت بتدخل عليه الالات. ناس كتير بتتكلم بتقول انها ما بتعرفش تعزف بايديها الاثنين زي حالاتي كده على البيانو او على الكيبورد، وحتى لو عزفت مش هتطلع نفس المستوى اللي هي محتاجاه عشان تدخل بيه الات للكمبيوتر. الالات اللي انت بتدخلها دي ممكن تكون بيانو، ممكن تكون كيبورد، ممكن تكون كمانجات، تشيلو، الات كتيره قوي هتقدر محتاج انت سرعه وامكانيه في العزف عشان تقدر تطلع الاحساس بتاع الاله ديت او تطلع عمل جيد. فاحنا هنقول حاجه دلوقتي هتفيد الجميع. السوفت وير، كل السوفت وير اللي موجود في السوق المحترف، يعني اللي زي كيوبيز، اللي زي لوجيك برو، واللي زي البرو تولز، السوفت ويرز ديت، وطبعا لو ضفنا عليهم السونار والكيك ووك بتوعنا بتوع بي سي، السوفت وير دي كلها فيها طريقة لإدخال بأنك أنت تسجل على طول، تروح داي زرار التسجيل وتعزف على الكيبورد. طبعا ده مش هتسعف ناس كتير قوي. في طريقة تانية بيسموها الستيب إنبوت، ستيب إنبوت أو خطوة بخطوة، الإدخال خطوة بخطوة. الإدخال خطوة بخطوة ده عبارة عن إيه؟ إنك أنت بتضبط النوتة اللي أنت عاوز تعزفها، يعني تقول أنا عايز كل الحاجات اللي تطلع بعد كده تبقى 8th note، يعني اللي هي quavers، يعني العلامة بتاعت الكروش دي، أو أنا عاوز كل الحاجات minims اللي هي بتبقى أطول شوية. وكل ما تدوس على الكيبورد ديت الكمبيوتر يسجل مرة واحدة بس ويستناك تفكر في اللي بعدها وتروح مدخل اللي بعدها. فانت مش شرط تدخل كل حاجة مع بعض بتتعزف، انت بتدخل حاجة وتفكر في اللي بعدها، تدخل الحاجة التانية اللي بعدها وتدخل الحاجة التالتة اللي بعدها. بعد كده الكمبيوتر بيسجل step by step وفي الاخر يعزفهم كلهم ورا بعض، فتطلع كأنك انت عزفت المجموع ده كله. تعالوا بينا دلوقتي على الكمبيوتر نشوف هنعملها ازاي الموضوع دوت. انا هعملها على برنامج Logic Pro X. اي حد ممكن يستعمل اي سوفت وير تاني، سواء برو تولز، كيوبيز، كيك ووك، سونار، هتلاقي في القايمه دور على حاجه ستيب انبوت في المانيوال بتاع البرنامج دوت، وانت هتلاقي الطريقه ببساطه جدا. مش هتختلف اكتر من انها هتختلف في الزراير، بس تدوس الزرار هتلاقيه في المنيو ديت، ولا الزرار ده هتلاقيه في المنيو ديت، انما المبدا هتلاقيه واحد. يلا بينا نشوف هنعمل دي ازاي. زي ما احنا شايفين كده انا عندي التشانلز دي كلها، كل تشانل من دول عليها آلة من الآلات، آلات الأوركسترا، ده التشيلو مثلا، عندنا الكمانجات والتشيلو والكونتر باس، آلات الأوركسترا كلها. أنا هبدأ بالتسجيل على آلة الكمانجة، نسمع صوت الكمانجة. أنا لو شفت عندي هنا الاريا بلاير اللي هو اللي عليه دوت، تلاقي الرينج بتاع الكمانجا الموجود عندي دوت، ده التحكمات بتاعتي. ففي كمانجات بتختلف، دي اللي فيها رعشة، دي طويلة، دي قصيرة، دي بيزيكاتو اللي هي النقر بالاوتار، ده ستيكاتو، نسجل على التراك دوت. بس عشان اسجل على التراك دوت انا محتاج كذا حاجه. اول حاجه النش واضح جدا الكيبورد اللي موجوده عندي ديت، الكيبورد ديت انا بجيبها من ويندو، من حاجه اسمها ستيب input keyboard. ليه بقى انا محتاج الكيبورد ديت؟ عشان انا مختار العلامات اللي انا هدخل بيها النوت بتاعتي، العلامه يبقى طولها قد ايه. يعني انا هدخلها هنا اللي هي الكويفرز، اللي هي زمانها هيبقى 8th note، اللي هي كانها بالظبط بالنظام الفرنسي تطي تطي.
وانا هدخل القوه بتاعت العزف بتاعتي ميدزو يعني في النص. ليه بقى؟ بعد كده انا ممكن اتحكم في ان انا الحاجات الفورتي والحاجات البيانو ابتدي اتحكم فيهم زي ما انا عايز بعد كده لما انا اخلص يعني. انما انا هسجل كل حاجه في المتوسط عشان اقدر اسمعها وفي نفس الوقت بالزمن بتاع الايت نوت. طب انا كده هسجل على طول ادوس على زرار التسجيل؟ لا، انت لو دوست على زرار التسجيل هيسجل لايف، فانت مضطر تعزف الكيبورد بقى بتاعتك تعزفها لايف عشان تبقى انت ورينا شطارتك يعني. طبعا مش هيحصل الكلام ده معايا بالذات انا يعني. فهنجرب بقى نعمل بالطريقه بتاعت الستيب انبوت. ايه هو الستيب انبوت؟ اول حاجه ان انا بدخل عندي اعمل كرييت لميدي ريجن. يعني ايه كرييت ميدي ريجنز؟ يعني انا عندي مجال ان انا احط فيه نوت ميدي. ممكن اعمل المجال ده قصير، وانت طول ما انت بتعزف هو بيكتر لوحده يعني، فما تقلقش نفسك انك انت تعمله كتير وطويل وبتاع. فخليه مثلا لغايه المزوره نمره 16، نحطه هنا مثلا، فده الميدي ريجن بتاعي. نزوده شويه لغايه المزوره 16. لو ضغطت دبل كليك عليه هيفتح لي الجزء اللي تحت دوت. الجزء اللي تحت دوت ده اللي انا بكتب عليه النوت لو انا عايز. فانا ممكن اكتب النوت زي ما انا عايز وهتتعزف. شوف مثلا لو عملنا ده كده، طبعا انا مش عايزهم، نمسحهم كلهم. شوف بنمسح ونتحرك زي ما احنا عايزين. ارجع انا من الاول خالص واتاكد ان الميدي انبوت بتاعي متنور، اللي هو الايه ميدي انبوت بتاعي. شايف حتى العلامه بتاعته عامله زي فيشه ميدي ان، ده معناه ان انا هدخل بالكيبورد بتاعتي الستيب انبوت اللي انا حاطه دوت. طيب نتابع مع بعض بقى لما هعزف الكيبورد. نسمع الهيصة اللي عملناها دي كلها. هناخد مثال على كده. دي مقطوعة انا كنت مألفها واحنا هنسمع الحتة دي دلوقتي. انا عندي جزء ما بين كمانجتين، واحدة بالزيكاتو يعني بتعمل الصوت متقطع شوية كده كأنه نقرب الأوتار على الأوتار، وبعدين عندي جزء طويل. يعني هنسمع الفرق بين الاتنين دلوقتي. ده الجزء البيزيكاتو، ده الجزء الطويل. فاحنا لو بصينا على الجزء الطويل دوت بيبدأ بالنوتة اللي موجودة عندي هنا الصول. فانا كنت عاوز اعمل في الحتة الفاضية دي المزورة بكمانجات قصيرة هنا حاجة سريعة توصلني ان انا ادخل للجزء اللي هو بتاع. انا لو وقفت هنا على المزورة الفاضية بتاعتي هنا عايز اعمل مزورة في الجزء دوت. انا عاوز اعمل الجزء الفاضي اللي هنا دوت املاه بكمانجات بيسموها اوفر ران، يعني كمانجات بتجري بسرعة توصلني لنوتة السول اللي انا هطلع منها على الجزء الطويل دوت. فانا هعمل اول حاجة هعمل كرييت ميدي ريجن زي ما اتعلمنا. ادي الميدي ريجن بتاعي اهوت دوت الحته الصغيره اللي احنا عاملينها المزوره اللي انا عاوز املاها بالجزء ده. وهاجي هنا واروح معلم على
التسجيل، انا مسجل واخترت ان انا هعمل السيمي كويفرز اللي احنا باللغة بتاعتنا او 16th نوت، هنلعب على السرعة ديت بحيث ان انا هسجل التريل دوت او الاوفر ران ده. فنبدأ مع بعض، انا اهو وقفت هنا وهبدأ اسجل. طيب نسمع كل الجزء ده تاني. هو نسمعه كده لوحده عمل لي دوت، وانا هنعمل حيلة دلوقتي هفرقه عليها، هتخلي الجزء ده صوته كمان احلى. ادي الجزء بتاعنا اهو. تمام كده. طبعا الفيلوسيتي اللي هو قوة النوتة نفسها، انا هحاول ان انا اعمل هنا بالرسم بالقلم دوت اعمل الفيلوسيتي بتاعتي بتطلع تصاعديه مع قوه النوته. يعني خلي النوته لما هنشوف دلوقتي شايفين النوته طالعه ازاي، كأن النوته طالعه في القوه بتاعتها. نسمعها كده تاني. تمام كده. في حيله بقى للميدي انا ممكن اعملها. لو انا دوست على هنا الميدي بقدر اعمل ترانسفورميشن. يعني ايه؟ يعني اقدر احول حاجات كتيره في الميدي. الميدي دي مرنه جدا ان انا اقدر اعمل فيها اللي انا عاوزه، اسرحها وابطئها، اقطع فيها، اقص فيها حتت واحط فيها حتت، ففعلا بتديني مرونه معايا. فانا هختار هنا من الميدي ترانسفورميشن دبل سبيد، يعني هسرع السرعه تبقى بالضعف. هو بيقول لي كده انت عاوز فعلا السرعه بتاعتك تبقى بالضعف، وده المكان بتاعها بالظبط كده، وهتبقى المسافه بتاعتها بالظبط بالنص. فانا هقسم فعلا واقول له خلاص اوكي انا موافق على الموضوع ده. فاحنا بعد ما سرعنا المزوره ديت نشوف هيحصل فيها ايه. طبعا انا ممكن حتى احرك بدوت هنا كمان للنص. اسمع بقى شو سامعين الصوت جميل ازاي. فانا ممكن بعد كده اختار الجزء ده بعمل له كوبي وهطلع على القنوات بتاعتي بتاعت الفلوت مثلا. انا عايز الفلوت برضو هنا، البيكولو والفلوت، اختار الشورت بيكولو شورت واحطها هنا اشغله معايا برضو، واروح عامل بيست على القناة ديت، فهيروح عامل لي بيست للجزء اللي انا عملته دوت. واجي على الفلوت برضو الشورت احطه معايا هنا، هعلم على التراك واجي على المكان بالظبط هنا واعمل بيست. عملت بيست فعمل لي. نسمع التلاتة مع بعض هيبقوا عاملين ازاي. طب نسمعهم بقى التلاتة مع اللحن. هشيل السولو لان كده هم معمولين سولو، اسمعهم هم بس. فنسمع بقى السياق هيبقى عامل ازاي. شفت التمهيد اللي انا عملته للكمانجة؟ نسمعها تاني. دي البيزيكاتو اللي هي متقطعة بالمقر على الاوتار. وده بالظبط الاستعمالات لو انا كنت قعدت احاول اعزف المقطوع الجزء الصغير ده بس عشان ادخل ما بين الكمانجا البيزيكاتو ما بين الكمانجا الطويله، ان انا اعمل اللي هو التريل او الران دوت اللي انا هسمعه تاني ده. هو ده الران بتاعي فعلا اللي واخد نص المزوره دوت وعمل الوصول اللي انا وصلت له ده. يعني
طبعا انا لو كنت قعدت اكتب اعزف بايدي على البيانو عشان اقلد على صوت الكمانجات يعني، واحاول اطلع الكمانجات الران ديت، مستحيل كنت هعرف اطلع الجري بتاع الكمانجات اللي هو السريع دوت عشان يدخلني على التراك اللي هو الكمانجات طالعه فيه طويل. فده نموذج للاستعمال بتاع الستيب رايتنج اللي بيسهل لي حاجات كتير جدا في كتابة الموسيقى وفي التدخلات بتاعتي اللي انا بعملها على الالحان. فانا ممكن ببساطه جدا ان انا اقدر استعمل الحاجات ديت في ان انا اركب الاصوات كلها انا عاوزها بالستيب رايتنج دوت. ممكن ادخل بيانو ايد يمين وايد شمال بعدها، وايد اليمين كمان كذا صباع زي ما انا عايز، صباع صباع، اقدر ادخل لحن لحن من الالحان اللي بتبقى موازيه لبعضيها ماشيه. بس اهم حاجه يبقى انت في دماغك حاجه مظبوطه ودقيقه. احنا عملنا حاجه عشوائيه كده واحنا قاعدين يعني، واخد بالك؟ انما عشان نبرمج حاجه مثلا الناس بتبقى محطوطه على عدد كوردات معين، فتبقى انت عارف رايح نوتة ايه بالظبط، والحاجات اللي هي هتعمل التريلات السريعه بتاعت الكمانجه دي هتبقى طالعه ونازله فين وبتاع، لان ممكن تعمل بيها حاجات جميله جدا بالكمانجات اللي انت سامعها دي بدون ما يكون معاك عازفين كمانجات شاطرين، ولا انت حتى كمان بتعرف تعزف بيانو كويس. اتمنى اكون وضحت المبدأ بتاع الموضوع دوت اللي هو الستيب رايتنج على السوفت وير بتاع الاستوديو بتاعنا، واشوفكم الحلقه الجايه.